السلام عليكم. في الدرس تاع اليوم راح نتحدث على سويتش. ما هي سويتش؟ سويتش عندها نفس فكرة الاف، نستعملوها نهار يكون عندك بروغرام كبير فيه بزاف الس اف الس اف الس اف الس اف. البروغرام قادر يتخلط لك وما تعرفش تقراه مليح، اذا نستعملو سويتش باش تكون القراءة تاع البرنامج تاعك واضحة. لاحظ المثال الاتي معي. مثال عندي انت ا، انت ا يسوى 1، دير سويتش ا، نفتح هذين، عندي كاس 1، مثال سيستم بوان اوت بوان برينتلان، برينتلان زعما فالور بلوس با بريك ديفولت بريك. نقراو البروغرام تاعنا بالعقل. سويتش ا، واش تعني هذه؟ تعني باللي سويتش قرات الا على اساس انه يساوي الواحد. اذا كان الا صح يساوي الواحد راح يافيشينا هذا الميساج لا فالور تاع الا. ابري بريك، واش معناها بريك؟ بريك معناها اذا تحققت لا كونديسيون تاعنا كاز 1، هذه كاز 1 سيستم بو اوت بون برينت لا فالور ا، لا تحققت راح ينهي البرنامج. راك لما درتش بريك راح تلقى مشاكل في البروغرام تاعك. ديفولت، ديفولت عندها نفس عمل الس، نفس عمل الس نيكزيكيتو ونشوف. لاحظوا، لاحظ فالور 1. مثال في الديفولت سيستم بوا اوت بوا برينت لان بوا برينت لان ايرور. نديرو رسوا دو نكزيكيتو ونشوف. طافيشينا ايرور، علاه؟ باسكو السويتش قرا الا على اساس انه يساوي 2، بون لا كونديسيون هذه ما تحققش، خرج منها راح للديفولت عندها نفس عمل الالس. نلتقي في الدرس القادم ان شاء الله.